ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. قول الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، تعقيبا على قصة الصراع بين بني إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ديارهم بغي. إنهم حين طلبوا من الله الإذن بالقتال، بعث الله لهم ملكا ليقاتلوا تحت رايته، وكانت علامة هذا الملك في الصدق عن الله أن يأتي الله بالتابوت ليكون علامة على أنه هو. وأيدنا الحق سبحانه وتعالى في قضية اجتماعية ينتهي إليها الناس عادة بحكيم الرأي ولو بدون الوحي، وهي أن الإنسان إذا ما أقبل على أمر يجب أن يعد له إعدادا بالأسباب البشرية، حتى إذا ما استوفى إعداده كل الأسباب لجأ إلى معونة الله، لأن الأسباب كما قلنا هي من يد الله، فلا تردن أنت يد الله بأسبابها لتطلب معونة الله بذاته. خذ الأسباب لأنها من يد ربك. ونجد في القصة أن من الأسباب تمحيص الذين يدافعون عن الحق، تمحيصا يبين لنا قوة ثباتهم بالاختبار، لأن الإنسان قد يقول قولا بلسانه، ولكنه حين يتعرض للفعل تحدثه نفسه بأن لا يوفي. يقول الله لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ راجعوا أنفسكم واعرفوا ما يتطلبه القتال، فأنا أخاف إن فرضت عليكم القتال كما طلبتم حين يمسكم القتال واقعا أن تفروا. فماذا قالوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولكن الله يدلنا على أن استدراكه حين يقول: أإذا كتبت عليكم القتال أأنتم واثقون أنكم تقاتلوا؟ يقول الله: فلما كتب عليهم القتال تولوا. مجرد الكتابة فقط، فما بالك من المباشرة الفعلية. وبعد ذلك الذين قالوا ذلك جربوا تجربة أخرى ليعرف الناس مدى صبر الناس على لقاء العدو: إني مبتليكم بنار، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيد. سنسمح لكم ببل الريق فقط، والذي يبالغ في الشرب نعرف أنه ساقط في الاختبار. فشربوا إلا قليل، شوف المسألة المصفى جت إزاي. وهذا القليل الذي لم يشرب بل اكتفى ببل ريقه، حينما واجه المعركة قال: ده احنا ملناش طاقة بجالوت وجنوده. لكن قلة من هؤلاء قالوا: ليه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه هي التصفية. وفعلا دارت المعركة وهزم هؤلاء أعداءهم وانتصر داود بقتل جالوت. إذن فتلك قضية دفاع، دفاع أناس بأناس. يقول الله قضية عامة: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا أن الله دفع بالقلة المؤمنة من بني إسرائيل الكسرة من عدوهم لفسدت الأرض. إذن فالله يدفع ولكن بيد خلقه، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قبل الآية مقدمة وهي أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وإلى آخر، فكان مبرر القتال هذا. تجد آية أخرى برضو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، السياق مختلف. القضية هنا قضية ناس بيحاربوا هم بالفعل، هتيجي في سياق آخر ولذلك بيجي الجواب مختلف. هنا الجواب لفسدت الأرض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هناك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. أدي السياق. إذن فالآيتين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اثنين وردوا في القرآن، بس السياق الأول مختلف والسياق الأخير مختلف، لكن فيه واحدة جامعة بين الاثنين. ألم يقولوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ إذن فالقتال كان بسبب أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. برضو الآية الثانية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هي هذه الذين أخرجوا إيه من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، برضو هي خروج من الديار، بس خروج من الديار دول خلاهم يقتلهم، وخروج من الديار المستضعفين اللي كانوا في مكة خرجوا من ديارهم لينضموا هناك إلى إخوانهم المؤمنين في دار الإيمان ثم يعيدوا الكرة ويدخلوا فاتحين هنا. إذن فمرة يكون الدفاع بأن تفر لتقر، ومرة بأن يكون الدفاع بأن تقاتل بالفعل. فالآية التي معنا هنا قاتلوا بالفعل، والآية الثانية خرجوا من مكة ليرجعوا إليها فاتحين. يبقى هذا دفع، يبقى الخروج نفسه هذا لون من الدفع. ليه؟ لأنهم لو بقوا ربما أفنهم خصومهم، فلم يبق للإسلام خميرة، فذهبوا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية ثم عادوا منتصرين فاتحين إيه إذا جاء نصر الله والإيه والفتح. إذن فالسياق في الآيتين واحد، ولكن النتيجة هناك. هنا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ليه تفسد الأرض؟ لأن معنى دفاع الله الناس بعضهم ببعض إن فيه ناس ألف الفساد، وفي ناس خرجوا على من ألف الفساد ليردوهم إلى ماذا؟ يردوهم إلى الصلاح. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطينا في الآية الثانية السبب. هنا لفسدت الأرض دي الغاية، بسبب إيه؟ قال لك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن هدم الصوامع، ما هي الصوامع؟ الصوامع هي ما تقابل الآن الدير للنصارى. المتعبدين لله فيه متعبد عام بالتكليف العام، وفيه متعبد تاني ألزم نفسه بشيء فوق ما كلفه الله به. فالذين يعبدون الله بهذه يجلسون في أماكن بعيدة عن الناس يسموها الإيه؟ الصوامع، اسمها اللي هي مقابل الدير الآن. والمعنى العام في التعبد للمسيحيين مثلا الكنائس. يبقى ايه؟ لهدمت صوامع دي لمين؟ لخاصة المتدينين، وكنائس لعامة المتدينين، وصلوات دي بتاعت مين؟ من صالوتة. صالوتة دي يعني مكان العبادة للايه؟ لليهود، ومساجد احنا بقى. نعم. يبقى اذا قول الله لفسدت الارض هنا، وقوله هناك لهدمت صوامع وبيع، إذن فستفسد الأرض إن لم تقم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، لأنها هي التي تربط المخلوق بالخالق. وما دام دي اللي بتربط المخلوق بالخالق، إن هدمت ديا يبقى الناس على غير ذكر بربهم، وتفتنهم أسباب الدنيا. إذن فالأديرة، إذن فالكنائس، إذن فالصوامع في أيام ما كانت، والمساجد هنا هي إيه؟ حارسة القيم في الوجود. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض
لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. نبذوا عهود الله ثم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وأرادوا أن ينسبوا كل شيء في عهد سليمان إلى السحر وإلى عمل الشياطين، فأراد الله أن يبرئ سليمان من هذه، وقال هي منة امتن الله بها على إيه؟ على سليمان. أما إيه حكاية بقى واتبعوا ما تتلو الشياطين وما كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ايه هو السحر؟ اولا تخييل امر على انه حقيقه وهو ليس ايه، وهو ليس بحقيقه، ادي الايه، ادي السحر. يبقى السحر تخييل امر على انه حقيقه وهو ليس ايه، وهو ليس بحقيقه، بدليل ان موسى حينما اراد الله ان يجعل في عصاه المعجزه اراد الله ان يجعل له تجربه امام الله، قال له ما في يدي مش كده، وما تلك بيمينك ايه، قال له ايه، هي عصايا ده علمه، اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها ايه مآرب، قال له هذا مدى علمك بها، انما خذ علمي القها يا موسى، فالقاها فاذا هي ايه، هي تنتزع. لا طبعا يخاف ولا ما يخافش، قال له خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى حتى لا يضطرب وقت التجربه مع فرعون. يبقى عمل له ايه؟ عمل له التجربة، ومع ذلك لما جه عمل برضه التجربة برضه حصل له ايه؟ اوجس في نفسه ايه؟ طبعا حينما نظر السحرة الى ان عصى موسى تلقفوا حبالهم وعصيهم ماذا صنعوا؟ ادي الدقة هنا، ماذا صنعوا؟ خروا ليه؟ قال لك لان الساحرة يرى الشيء على حقيقته، والمسحور اللي هو الناس هم اللي يشوفوا الحركة بس، إنما الساحر نفسه يشوفها إيه؟ الحقيقة. يشوف الحقيقة. فهم لما بصوا كده لقوا العصا مش عصا، لقوها حية. سبحان الله. الله، إذا انقلبت حقيقة. إذا فمعجزة موسى ليست من نوع السحر، لأن القلب لمين؟ للحقيقة مش لتخييل الرأي. وإلا كانوا السحرة شافوها إيه؟ شافوها عصا. أم لما شافوها مش عصا ورأوها حية قال لك لا ده. أراد الله أن يضرب لنا مثلا موجودا في الحياة، إن الناس قسمين، قد يكون كافر إنما غني، وقد يكون مؤمن إنما فقير. انظر بقى موقف الغني الكافر وموقف الفقير الإيه؟ المؤمن. قال الحق سبحانه واضرب لهم مثلا الرجلين. ايه يعني واضرب لهم مثلا؟ الضرب بيعمل احساس تنبهي، ينبه احاسيسك، ولذلك ان كان نايم يصحى، وان كان غفلان كده يتنبه لك ايه الله، يبقى اذن بيخرجه من حاله الى ايه، الى حاله. كذلك المثل، الشيء الغامض عليك الذي كنت لا تفهمه ولا تعنيه، لما يجيب لك الحق له مثل تقوم ده يتوضح بالمثل، يقوم ينبهك إليه. ولذلك قال إيه؟ اضرب لهم مثلا، زي ما نقول جود وحاتم. خلاص دلوقتي تقابل أي جواد وتقول له يا مين؟ يا حاتم. لأن حاتم بقى إيه؟ مشهور في الجود لدرجة أنه أطلق إيه؟ على الجود. طيب وعمرو بن معدي كارب في الشجاعة وذكاء إياس، يقول لك ده إياس يعني ذكي. أكن فيه ناس نبغوا في أشياء اشتهروا بها واشتهرت بهم حتى صارت لازمة إيه؟ لازمة لهم. ولذلك أبو تمام لما كان يمدح الخليفة لما قال له إيه؟ إقدام عمرو بن معدي كارب الشجاع ده لما كانش حد بيقف له أبدا، في سماحة حاتم كرمه، في حلم أحنف ابن قيس، في ذكاء إياسي. يبقى جمع له كم وصف؟ شجاعة، إقدام عمل، جود، سماحة إيه؟ حاتم، حلم أحنف ابن قيس. أحنف ابن قيس ده كان أحلى من الناس في العرب،
قبله جماعة فقعدوا يسبوه ويشتموه وقعدوا كده يوم ما وراه ويشتموا ويشتموا فيه لحد ما قرب من حيه. قال لهم أعندكم سباب؟ إن كان عندكم سباب فانتهوا منه لأن حي هنا فإن سمعوكم قتلوكم. يعني خدوا حظكم واشتموني دلوقتي قبل ما ادي حلم أحمد ذكاء إياس اللي هو المشهور بأنه يلتقط إيه الله. فلما قال إقدام أمره في سماحة حاتمه في حلم أحلف في ذكاء إياس خصوم أبي تمام حبوا يحقروه فقالوا له إيه الأمير فوق من وصفت. إيه حاتم وإيه عمرو وإيه إياس ده الأمير إيه أعلم شبهه بأجلاف العرب. فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يكبت هؤلاء الخصوم لأنهم بدهم يفتصوا البيت البيت مثلا. فقال إيه وقال البيت اللي جاي ومع ذلك أخذوا منه القصيدة فلم يجدوا البيت فيها كأن ربنا إيه ألهم ونطق من البحر ومن الروي ومن القافية هي هي. فلما قال إقدام عمل في سماحة حاتم في حلم أحلف في ذكاء إياس قال رجل الأمير فوق من وصفت فكيف تشبهه بأجلاف العرب. ولذلك حيجي مرة تانية يقول إيه وشبهه المداح في البأس والغنى بمن لو رآه كان أصغر خادمه. ده لو حاتم شافه يبقى خدام له مثلا. ففي جيشه 50,000 كعنتره وفي خزانه 1,000 حاتم اللي على الخزائن بس انت ازاي تقول ده مش عارف ايه الغرض. فلما قال اقدام عمر في سماحة حاتم في حلم احنف في ذكاء اياس قال له الامير فوق من وصفت كيف تشبه الامير باجلاف العرب. فسكت بنيهة ثم قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. ده مثل مثلا شرودا يعني على ألسنة الناس ان الجود بتاع حاتم والذكاء بتاع اياس. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى المثل بيجي علشان يعمل ايه ينبه الإنسان إلى أن القضية اللي ما انتش فاهمها دي المثل ده ايه المثل يوضحها. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وبعدين يدينا أمثال كتير مثل اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا واللي ينقض الوفاء بالوعد كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ايه انكسرت. الله مثلهم كمثل ايه استوقد نارا. فلما مثل الحياة الدنيا متزهزه كده وتعمل زي الأرض ما تطلع زهور وتطلع أشجار وتطلع خضرة وبعدين تعمل ايه تصوح نبتها وينشف وتبقى خلاص كده. يبقى إذن المثل جاي يعمل ايه جاي عشان يوضح الخفي بأمر جلي كل اللي يسمعه. الراجل اللي بده يوصف الأحدب واحد أحدب وأكيد عمرنا ما شفنا أحدب مثل وبده ايه يوصفه كده يديك مثل له عشان ينبهك إلى شيء موجود. يقول قصرت أخادعه الأخادع يعني العروق دول أسرت قوي كده مدام أسرت يبقى برقبته مدفوسة فين من اكتاف. قصرت أخادعه وغاص قزاله غاص كده فكأنه متربص أن يصفع كأنه خايف لواحد يديله ألم. وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمع. قالوا على غفلة وضربوا ألم وبعدين خاف ليجي التاني قام عمل كده عشان يداري إيه. أهو ده مثلا اداني إيه اداني توضيح. كذلك بيقول اضرب يا محمد لهم مثلا عشان تديلهم مثلا الكفر إذا استغنى والفقر إذا رضي بالإيمان. اديلهم المثلين دول واضرب لهم مثلا. إيه المثل رجلين المثل هو رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين الاثنين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله نهرا وكان له ثمر. مثل رجلين. هل المثل ده موجود فيه رجلين كانوا كده برضه يعني كان لهم وجود وواقع في التاريخ أم قال لك إيه وكان لهم واقع عند بني إسرائيل براطوس ويهوذا. يهوذا مؤمن وراضي وبراطوس أخوه كان بقى مستغني وورثوا عن أبيهم 8,000 درهم
دينار. بلطوس خد 8000 واشترى ايه؟ ارض بستان يعني. فالتاني المؤمن الطيب ده قال والله هو اشترى ارض، انا هشتري بالالف بتاعي ارض في الجنه، وراح متصدق به. وبعدين راح جايب عامل له قصر كمان بايه؟ بالف. قال هو عمل قصر بالالف في الدنيا، والله لعامل لي قصر في الاخره بالالف واتصدق بالالف. ما شاء الله. وبعدين اتجوز، قال والله هو اتجوز بالالف، انا مش متجوز، انا عايز الحور، خدهم مهر الحور وتصدق ايه به. وبعدين عايز حشه وولدان ومش عارف ايه وبتاع، جابهم لاخوه جاب، اما قال والله اللي جايبه في الجنه ولدان وحشه ومش عارف ايه وبتاع، خد بالالف، اما بقاش عنده حاجه. ودوكا بقى عنده الحكايه اياها دي. فاغتر بما استغنى، كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. وساعه النعمه ما تشغلك عن المنعم، تبقى دي اول الخيمه، اول الايه؟ الخير. وتفهم انك جبتها بشطارتك. زي قارون مش قال انما اوتيته على ايه؟ على علم. قال له طيب ما دام اوتيته على علم بقى كده، وعلمك اللي جاب، طب خلي علمك يحرسه بقى، فخسفنا به وبداره، خلي علمك يجيبه بقى، مش كده اللي قال؟ اذن المثل قد يكون له وجود وواقع، وقد يكون امر افتراض. ربنا عمل ان فرض الاثنين كذا واثنين كذا واثنين كذا، ولكن صوره الاثنين توجد في المجتمع. كافر يستكبر ويستعلي بغناه، وواحد ثاني يقتنع بايه؟ بما قسم الله له. يبقى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب، جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. شوف الهندسه الزراعيه، ربنا برضو ادهلنا من قديم، حففناهما بنخل، عملت كده صور نخل سياك كده، وعشان تبقى مصدات للهواء وللايه والريح، ويجيب النخل والعنب، ودي فاكهه، قبل ما يجيب الزرع اللي منه الحوط الايه الضروري، زي اساور من ذهب، وبعدين ايه يلبسون ثيابا ايه خضرا من سندس واستبرق. وحففناهما بنخل. انت بتشوف لواحد يجي يعمل له جنينه كده ولا بتاع، بيعمل ايه؟ بيعمل العمليه دي ويجيب كده. جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب، جعلنا لاحدهما جنتين. ام قال لك ايه وجنتين دي عشان ايه؟ قال لك لان الانسان له خصوصيات مسكن وله عموميات احباب. يعني في مسكن ده له حرمته وعمومية أحباب، يبقى يعمل بستانين عشان لما يجي له أحبابه يقعدوا كده، ما يضيقوش على مين؟ على حريم البيت. ولذلك كانوا يسموه سلام لك وإيه؟ وحرام لك، يعني حتة كده الحريم وحتة البيت، أدي معنى جنتين. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وإيه؟ وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة وإيه ورب الغفور. كلتا الجنتين آتت أكلها، آتت أكلها يعني أعطت الثمرة المطلوبة منها، والأكل هو ما يؤكل. وآتت أكلها، احنا عارفين إن الزراعات بتتلاحق ثمرها، شيء يجي النهاردة وشيء يجي بكرة وشيء يجي بعده، ولم تظلم منه شيئا. شوف كلمة تظلم بقى دي بتعطينا العمل لأجل الخير في الدنيا. ولم تظلم منه شيء، الأرض ما ظلمتش، بمعنى أنك تديلها تعب تديك حقك، تاخد منك كيلة غلة تديك ارتب قبل الكيلة، تحط بذرة واحدة كده تطلع لك منها مش عارف بتاع بطيخة، يطلع لك منها آلاف اللب وكام بطيخة. إذن لا تظلمك، لا تظلمك. يبقى معناها إيه؟ أن الأرض كريمة، بس عايزة اللي يعمل إيه؟ اللي أنت مالكش فيها إلا أنك أنت تحرط، بس تحرط كده وتبدر ومش عارف إيه وتروي، وقد تروي لك السماء من المطر. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما إيه؟ خلالهما نهرا. أبو هنهم هو أصل الزرع ده والبتاع عايز إيه؟ عايز مية. يقول لك مش بس على السمه
لا ده احنا جبناها له ايه ميه خصوصيه، فجرنا ايه خلالهما ايه نهر، وكان له ثمر. مش بس الجنتين اللي فيهم ايه نخيل وفيهم اعناب وفيهم زر وبتؤتي اكلها، لا في ثمر، يبقى في حاجه تانيه له، له له موارد اخرى، له موارد اخرى، عنده ذهب وعنده فضه وعنده مش عارف ايه وعنده ايه. وقال ومن الثمر ان له اولاد، لانه هيجي في الجدل يقول ايه اعز نفره، انما نفر ما يبقى من الثمر. والولد ثمره ابيه ولا لا؟ الولد ثمره ابيه. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر. غير دي يعني، غير الكلام ده، ده إرادة يعني تاني. هات بقى الموقف بقى، المحاورة والجدل بقى. فقال لصاحبه، فقال دليل على أن ما تقدم سبب في القول، استعلاء بالجنتين واللي فيهم نخل وفيهم عنب وبينهم زرع وله ثمر تاني، يبقى ده استعلاء بالنعمة. كلا إن الإنسان. فقال لصاحبه، يطلق الصاحب على من يصاحبك ولو لم تكن تحبه. قال لصاحبه وهو يحاوره، المحاورة المجادلة، انت تقول كلام وهو يرد عليك، وهو يقول كلام وهو انت ترد عليه عشان تصل الى الايه. قال لصاحبه وهو يحاوره، اذا المسألة خدت بينهم من بعض ايه، محاورة. قال ايه له؟ انا اكثر منك مالا. طب اكثر منك مالا عرفناها بالجنه ومش عارف ايه، واعز ايه نفر دخل في وكان له ايه ثمر ودخل جنته. طب ده هما جنتين، ايه اللي خلاها، ايه اللي خلاها؟ ام قال لك لان الانسان لما يكون له جنتين مش هيدخل الجنتين كده ويا بعض، اول ما يدخل هيدخل ايه جنه واحده وبعدين يبقى اثنين للثاني، يبقى اللي يجابه بقى ساعه ما يشوف الجنه كده. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ليه ظالم لنفسه؟ أم قال لك لأنك أنت إذا أعطيت النفس شهوتها حرمتها من مشتهيات أخرى، يبقى أنت ظلمتها، اديتها حاجة ضحكت عليها بتفاعي وفوتها إيه، يبقى أنت ظلمت نفسك. لو أنت يعني طب إيه هو ظلم نفسه؟ طب ما هو نفسه، إيه اللي هو ظلم؟ طب ظلم غيره، إنما ظالم لنفسه. أم قال لك إذن ففي حاجتين اتنين في النفس الإنسانية، فيه نفس تشتهي وفيه وجدان يردع بالفطرة، فالمسألة بين جدل بين الإيه النفس. ولذلك يقول لك أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. أعدى أعدائك إيه؟ ما هي النفس؟ ما هو النفس؟ قال لك لا، ده في ساعات الواحد يحدث نفسه شيء وبعدين يلومه إيه، يلومه نفسه، يبقى أكن في إيه، في شخصيتين، الشخصية الأولى شخصية فطرية والشخصية الثانية شخصية إيه استحواذية وشهوانية. فلما النفس كده تيجي الثانية تعدلها. ولذلك قلنا إن المنهج القرآني وفي الديانات كلها كان إذا الناس عمت فيهم المعصية وما عادش فيهم حد ينصحهم ولا يقول لهم كذا كذا إيه، وربنا يجيب رسول، لأن المسألة صدت أوي، يقوم يجيب إيه رسول، رسول يذكر. في أمة محمد عليه الصلاة والسلام الله اكتفى بأنه ما يجيش نبي يذكر، لأنه حيطلع ناس من أمة محمد إيه يحملون رسالة مين؟ رسالة محمد، يبقوا مش عايزين. يبقى فمأننا على أن الفساد لن يطم، مش حيعم، إن كان فيه ناس عاصين حيبقى برضو في ناس إيه طيعين، ويأمروا بالمعروف وينهوا عن الإيه وينهوا عن المنكر، دي ضرورية. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال هل هو ظلم نفسه بالدخول؟ لا، ما ظلمش نفسه بالدخول، لأنها جنته ونعم الله عليه خلاص يدخل، إنما ظلم النفس بإيه؟ بما يقوله بعد، والذي يقوله قبل ما يقوله خطر بباله وهو ماشي كده، فخطر بباله كل الكلام وبعدين قاله، يبقى ظلم النفس ساعة ما خطر بباله إيه؟ الاستعلاء بالغنى. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد هذه، هذا حاجة واسعة أو حاجة كويسة وحاجة ميتها فيها وحاجة السرقة وليها وحاجة مش عارف، وده حتى ما أظن أن تبيد، أن تهلك يعني، وما أظن الساعة قائمة. ده نقلها نقلة على الثالث، إيه الحكاية؟ خلاص أنت شغلانة دي، ما أظن أن تبيد، يمكن يعني لك
انما ما الساعه برضو ام ايه ال 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 الاوامر الوجدانيه راحت غزاه شويه. ام قالوا على كل حال قامت الساعه برضو ربنا هيديني زي كده. وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه يعني القيامه قائمه. شك عمل البعث بقى. وعلى فرض انني رددت إيه؟ الى ربي. طب ما عرفت ان لك ربي يا ابن الايه. رددت الى مين؟ اهدي بقى ساعه ما يقول ايه ان كنت كذوب في الكفر حتى ابقى اخليك ذكور ما تقولش كده، لان معنى ربي دي انت امنت بان اليك ربي، يبقى الكلام اللي انت قلته مش مناسب للكلام اللي انت قلته. ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. مرجعني يعني هلاقي برضو احسن منه. قال يعني ربنا عينه والى. قال له صاحبه وهو يحاوره الكلام اللي قاله ده كله، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ بتشدق كده وتقول أنا ومش أنا وأنا وأنا وأنا. ما تذكر الحكاية الأولانية دي إنه خلقك من إيه؟ من تراب. وبعدين الأصل من تراب، وبعدين السلالة من إيه؟ من نطفة، وبعدين بقيت راجل، وبقيت راجل كده ولا ملو هدومك وبتتكلم مش عارف. طب بتشوف الاولانيه ايه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك؟ استنكار ان يقول هذا الكلام، مش استفهام، مش بيستفهم، لانه هو فاهم انه كافر لكن بيستبعد. يقول له اضربت اباك؟ يبقى مش بيستفهم يعني انه ضرب ابوه، يبقى ايه؟ بيستنكر انه ضرب ابوه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم المراحل يعني ما حبش يعدد له بقى ثم من نطفة ثم سواك رجلا. سواك التسوية هي إعداد الشيء إعدادا يناسب مهمته، إعداد يناسب مهمته. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن يعني لكن انا بيستدرك يعني انا مش زيك، انا غيرك، انت كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وانا لم اكفر بمن خلقني من تراب. هات كل البقاء المقابلات. هو الله ربي دكها. قال ايه؟ ما قالش الله ربي، جاب ربي بس. ليه؟ وده قال الله ربي. ايه الفرق بين العبارتين؟ الرب هو الخالق المتولي تربية، وهذا لا يشك فيه أحد. إنما الشك في مين؟ الإله، إنه معبود مطاع، لأن الربوبية عطاء ولكن الألوهية تكليف، فهو خد العطاء ونفر من التكليف. لكن ده جابه من اثنين. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. طيب هو قال كده وعمل إدى له وضع وده له وضع، لكن أهذا طبيعة المؤمن؟ ده كان يجب بقى من المؤمن أن يعدي إيمانه إلى الغير. هذه فرق. أنت قلت حالك وحاله صحيح، بينت لها حاله وحاله، إنما أنت حالتك كمؤمن تسكت؟ قاله لا بقى، يعلمه إزاي يكون مؤمن. ليه؟ أم قال لك لأن ما فيش واحد يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما أحبه لنفسه. وأيضا من العقل للمؤمن إن هو يحاول إنه يهدي الكافر. ليه؟ لأن المؤمن صحح سلوكه بالنسبة للآخرين، لكن الكافر سلوكه ما صححش. يبقى من خير المؤمن اللي بيصحح سلوكه مع الناس إن الكافر ده يؤمن عشان سلوكه يصحح وياه، يبقى خيري ولا لا؟ ولذلك انت لما تيجي تدعي على عدوك الهي والهي تقول له لا، ادعي له بالهدايه، لانك انت عيت عليه بغير هذا يزودك عذاب، يقول الله يهديه. نعم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني بده يوري له سبيل الايمان في استقبال النعمه، بان يرد النعمه الى المنعم. ليه؟ لأنك أنت ما عملتش في النعمة دي حاجة، أنت جمعت موهوبات كلها موهوبة، أنت زرعت
قبل ما تزرع حرط، حرطت ايه؟ الارض. الارض خلقتها؟ طب المحرات اللي حرطت بيه انت خلقته؟ ده الخشب جبناه من الشجر، والحداد لقى الحديد في الجبال وعملوا حديد مش عارف ايه، والقوه اللي مسكت المحرات دي موهوبه لمين؟ لا، بدليل انه ياخدها في اي وقت وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجه. يبقى اذا لما تنظر الى المسائل تجدها منتهيه الى مين؟ الى العطاء الاعلى. كل شيء تنتهي الى عطاء الايه؟ العطاء الاعلى. ولولا اذ دخلت جنتك، ساعه ما تصادف النعمه كده وتشوفها كده، كان من الواجب ان لا تلهيك النعمه عن المنعم، وساعة ما تشوفها كده تقول انا اللي جبتها، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله كان، ده مش جاي بقوتي. يبقى رددت النعمه الى مين؟ الى خالقها. وما دمت ردتها لخالقها يبقى استأمنت عليها هو يحفظها بقى. انما لو خدتها يقول لك طب زي ما جبتها يا اخويا ايه. ولولا اذ دخلت لولا، يعني هلا اذ دخلت، انت تحديد وحس على ان الانسان حين يدخل فيرى شيئا جميلا عنده ولو وجهه، ولو ينبسط كده من حال النهارده والزينه ومش عارف ايه قدام المرايه، كل ما شاء الله لا قوه الا بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما قيل عند نعمه ما شاء الله لا قوه الا بالله الا ولا ترى فيها افه الا الموت. صلى الموت بس، انما ساعه ما تشوفها حرستها بقولك ما شاء الله لا ايه لا قوه الا بالايه الا بالله. ان رايت اي نعمه عندك ولا عند واحد قل ما شاء الله لا قوه الا بالله. ان قلتها على نعمتك حفظت ونمت، وان قلتها عند نعمه الغير اعطاك الله فوقها. ولولا اذ دخلت جنتك، قلب يدل على مفتاح الخير اللي يزود عند الدنيا، هو ما عندوش وبقول له كنت يعني برضه عايز الدنيا روح. لولا إيه؟ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين قال له بقى انت بتعيرني بانني غلبان وفقير ومش عارف ايه، ان ترني انا اقل منك مالا اهي بالجنتين والمش وولدا وعندك نفر كتير واعز نفر مش كده، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. قلنا عسى رجاء، ورجاء من مين؟ من رب، يبقى ايه كلام متوقع. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. اهو لما انت تقول عند نعمه ما شاء الله لا قوه الا بالله يجيب لك خير من اللي انت قلت عليه ما شاء الله لا قوه الا بالله، عندي كتير ما دام عرفت الحق فيني اجيب لك احسن منه، ولئن شكرتم زدناكم. وبعدين يرجع عليه هو، طب خيرا من جنتك ويا ريتها تفضل لك. عسى ربي ان يؤتيني، يعني ينقل المساله، لانك انت مالكش قدره تحفظ بها النعمه، لانك انت ما جبتش النعمه. فما دام ما عندكش قدره تحفظ بها النعمه يبقى يمكن ربنا يديني زي نعمتك، وبتفضل نعمتك برضه، يبقى بس هناك انتقلنا من مرحله النجاني وانا فقير. لكن بعدين ربنا عايز يقلبها بقى، ويرسل عليها عصبانا من السماء. الحاجه اللي انت بتعتز بها دي وبتفتخر بها علي وانا اعز منكم واكثر مال واعز نفر، عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. وانت ما تفضلش على الحاله دي، ويرسل على الجنه والشيء النعمه اللي انت بتفتخر بها يرسل عليها حسبانا من السماء. كلمه حسبان شيء محسوب، شيء محسوب يعني مقدر، زي الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. يبقى اذا ما دام بحسبان يعني بشيء ايه محسوب، فالشيء لا يكون حسبانا لغيره الا اذا كان هو نفسه منشا على ايه؟ على حسبان. على ارسل علي حسبان يعني ايه؟ صاعقه محسوبه كده على قده، يعني صاعقه تفصيل، علشان ما تقولش ده ايه كونيه، لا ده جاء مخصوص بدليل ان الصاعقه جت على ايه؟ على مقاس الجنه قد الجنه كده وبس، مش كده، ادي بحسبان. عشان لو كانت ازيد يمكن تقول ده ايه كونيه طبيعيه وهي خدتنا كده واقفه على الرجلين، نقول له لا ده جاي مخصوص اشيل بحسبان. ويرسل عليها حسبانا من السماء صاعقه كده تد على قدها، فتصبح الجنه اللي انت بتقول اتت اكلها والثمر والزرع ومش عارف ايه، فتصبح صعيدا. ومش صعيد بس، زلق. ايه الفرق بين الاثنين؟
الصعيد هو انك انت تلاقي الارض تراب ظاهر على الارض كده كان ما عليهاش حاجه تراب، ادي الصعيد. فتيمموا صعيدا طيبا يروحوا للتراب اللي على الارض ده، ادي صعيد. طب وايه زلق دي؟ هي زلق دي الزحلقه، تزحلق اللي يمشي عليه. ازاي بقى تزحلق اللي تزلق رجل اللي ماشي عليها؟ ليه؟ أم قال لك انت ما عمركش شفت ارض سابخه والسابخه دي تلتفت تلاقي عليها شبه الملح وما تجفش ابدا، تفضل منزنزه بالايه؟ بالمي. ان مشيت عليها ايه؟ تزحلق حتى ما تصلحش للمشي، تصبح صعيد بس هتنحرم من الزلق، انما ولا تتمتع بانك تقدر تمشي فيها، لانها ان جت رجلك عليها تروح متزحلق وعيش يا بقى. ما شاء الله. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. خيرا من جنتك يبقى زي بعض ولا احسن؟ يبقى انا اديني جنه احسن من جنتك، ومش كده بس، ده يضيع جنتك دي بيديني. ويرسل عليها حسبانا من السماء، يعني صاعقه محسوبه على قدرها، فتصبح الارض اللي كانت مزينه بالزروع والثمار والنخيل والاعناب كده كويس، فتصبح صعيدا ايه؟ زلقا. او يصبح ماؤها غورا. غور يعني غائر غاد. طب ممكن غار برضه نقدر نجيب الات ونطلعه؟ قال لك لا، ولاد كمان مش هتستطيع له طلب باي حيله من الحيل كمان. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ سبحانه سبحانه. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك ده هو ده رجاء من اللي بيتكلم، لسه ما حصلش حاجه. بيقول ده بيقول عسى ربي بكلام، لسه عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. طيب ويا ربي يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيد ايه؟ زلق. او يصبح ماؤها غورا. كل ده كلام من مين؟ من المؤمن اللي هو الفقير اللي بيجدد، لسه ما وصلتش الى ايقاعيات.